انا كنعتبر بان هاد كازا ايفنت كاينه بحال ما كايناش، ما كيبان ليا التنظيم لا والو، العشوائيه التامه. هاد الشركه الوسيطه اللي نورمالمون هي الوسيطه ديال مجلس المدينه والفرق البيضاويه، ما كدير والو، كتاخذ واحد البورسونتاج اللي هو كبير، اللي هو يمكن 30% ولا راه بزاف عليها وهي ما كدير والو. كنشوفوا الناس كتنقز، كنشوفوا لي سكان الاوراق مزوره، اللي دوك اللي كيجي اوتوماتيك ما خدامينش. ما فهمتش انا هاد الشركه هادي، وتا الموظفين ديالها شي وحدين كان ما مخلصينش راه حشومه. ثم تا الناس اللي عندكم ما كتخلصوهمش، وبغيتي كنتمنى من مجلس المدينه يدير شي حل، حاول يحيد هاد الشركه هادي، ولا يفوت الوداد والراجع وما ينظموه وما يديروا المسائل ديالو. الجواري كنقول ليه اخويا خدم حيت ما كنتي ما كتخدمش، دابا خصك تخدم، دابا خصك تبين، دابا في هاد الضغط هذا خصك تبين، وإلا ما خدمتيش راه كما كنقولوا غادي تجي واحد الوقيته راه انت غتكون هو الخاسر الاكبر. كازا ايفنت مشكله. علاش؟ حنا مشكله ماشي معنا حنا، مع كلشي، لا رجاء لا وداد، في التشقطه في كلشي. حقا لقينا معاهم مشكل بزاف، تخريب وما كنظموش مزيان، وحنا اصلا وداديين فيراش تيك فهمتينا، تقطع ورقتك كاين اللي باغي يقطع ورقته وما لقاش كيفاش، الزحام كل نهار تلقوا نابس كل دمو عدبه مسكينه باش يقطع ورقه التنان. حنا دراري كبار رجاله كيمشيو التنان بغاو يشجعوا الفرقه، خصهم فهمتيني يلقاو واحد التنظيم، ما لقاوش التخربيق هذاك السيد ديال العصر شحال هذا. حنا دابا في عصر فهمتيني، واحد العصر اللي اي حاجه تقدر تخليها زوينه، فهمتيني فين بغيت ندولك. رساله المدير ديال كازا ايفنت هي نظم يسير في حالاتك، وديما وداد وينرز فيرس تشيكي. الا جيت نشوفوا المسائل من الناحيه الجوهريه ما تنظيم ما والو، وحتى باش نسبوا لهذيك الكازا ايفنت ما كاينه على عشوائيه، ما كاينش شي حاجه اللي هي عندها شي سند اللي هو تنظيمي بالمعنى المصطلح ديال التنظيم، كاينه غير العشوائيه والارتجال وصافي. ما دا يعقل ان ماتشات مثلا كبرى في ستاد دونور اللي كتنظم، ونسبه لا من ناحيه التنظيم ديال الجمهور ولا الملعب ولا الصيانه ولا 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 الى اخره. اذا الانتساب ديال هاد كازا كاين غير الارتجال والعشوائيه، وهذا ما غاديش يمشي بين البعيد بالنسبه للفرق ديالنا كلها ديال الدار البيضاء. واقع واحد، انا شخصيا عندي موقف منها، ان ما الا صابوا يعطيونا هاد التساع ونعطيو الناس اللي هما اهل لهاد المسؤوليه هادي. ما كازا ايفنت ما كاينه حتى وحده، غير ينققوا معنا ولا يعطيونا التساع صراحه، هي يعني صالح العباره من الاخر. ما راديش على فهمتي كيقارون ب سير السيت، من السيت سير الكيشي راهو حالين هنا يا خويا، موفيز افير كازا ايفنت. ما راديش عليها، كنتمنى التغيير في اسرع وقت. كازا ايفنت هي اللي غتنظف، واش حنا اللي غنطفوا ليها التيران؟ التيران نخلصوا ومازال نظفوا راه حشومه، يعني خاصهم هما اللي ينظفوا ويديروا كل شيء. كنتمنى لهم يرحلوا، هذا الشيء اللي كان يعني يخليوا الناس اللي يخدموا هادو ما خدامينش لينا، الا بغاو يديروا كرامه عندنا ما نديروا بهم، خاصنا شي واحد اللي يخدموا المسؤوليه ديالهم.